أعلن حزب المصريين الأحرار تأييده التام للموقف المصري المشرف والقوي في مساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية العادلة. وأيد الحزب موقف الدولة المصرية الثابت ودعوة كل أطراف الأزمة الراهنة إلى ضرورة العودة للمفاوضات وعدم التصعيد، وإذ يستنكر الحزب خطورة التصعيد الحالي من الجانبين وما يترتب عليها من تبعات وخيمة ومخاطر جسيمة، كما يحمل الحزب حزب المصريين الأحرار الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات قد تنتج عن هذا العدوان الغاشم وسط صمت مخزي من المجتمع الدولي. كما أدان الحزب استهداف حماس موقع كرم أبو سالم، وأكد أن تلك العمليات التي تعرقل مساعي التوصل إلى حلول سلمية عادلة هو إضرار بالغ بمصالح الشعب الفلسطيني.